السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. أهلا بكم من جديد في قناة أنمي نوتاماشي. اليوم معنا أنمي كابتن إيشيزاكي. كابتن إيشيزاكي تشيغهم كابتن سوباسا. نعم، وأخيرا اليوم راح نتحدث عن إيشيزاكي، الشخصية المظلومة جدا في أنمي كابتن سوباسا. أظن أن لا أحد تحدث عنه، واليوم سوف نتحدث عنه إن شاء الله. وأيضا راح نرد على الشائعات التي حصلت عن إيشيزاكي، وهي أنه لاعب أساسي بسبب الواسطة بأن أنه صديق سوباسا. راح نرد عليها إن شاء الله اليوم. إذن خلونا نبدأ مع إيشيزاكي. حلقة اليوم عن إيشيزاكي. أول ظهور لإيشيزاكي كان في ملعب قرية شيزوكا، عندما كان يريد أن يسترجع الملعب من وكباشي، فوكباشي أخذ الملعب كي يتدرب مع نادي شوتس، أعضاء نادي شوتس القدامى. وهنا ماذا فعل إيشيزاكي؟ إيشيزاكي استعار بلاعبين آخرين من رياضات أخرى، وعندنا من رياضة البيسبول وكرة اليد وكرة الطائرة أعتقد على ما أذكر، وكلهم سددوا على وكباشي ولكن من دون فائدة. فوكباشي هو أقوى الحراس، معروف عنه من أقوى الحراس في اليابان في ذاك الوقت. لابد أن نذكر أيضا أن أول صديق لسوباسا هو إيشيزاكي عند قدوم سوباسا لقرية شيزوكا، وهو قائد فريق مدرسة نانكاتسكا، وهو لاعب في خط الدفاع أكيد، وليس له مهارات عالية، وطبيعته المضحكة وطبيعته طبعا مضحكة ومبهجة أيضا، خاصة بسبب وجهه، يطلق عليه عادة القرد، ذو وجه القرد. ولابد أن نذكر أيضا أن إيشيزاكي لديه روح قتالية عالية، ولكن في الجزء الأول اللي هي في المرحلة الابتدائية إيشيزاكي لم يكن في مستواه بسبب إصابته في مباراة تاتشيبانا. لو تذكرون مباراة الأخوان تاتشيبانا أي نادي هاناوا، لو تذكرون شخصية نيشيو، أعتقد اسمه نيشيو عندما وقع على إيشيزاكي، هنا إيشيزاكي أصيب في قدمه بالفعل، وهذا كان سبب تراجع مستوى إيشيزاكي في الجزء الأول أو في المرحلة الابتدائية. ويمتلك إيشيزاكي شخصية عفوية وغبية في بعض الأحيان، فهو شخص طيب القلب ومتعاون، يحب مساعدة الآخرين دائما، ويسعى دائما ليقدم مستوى جيد ويفيد فريقه، كما إنه يكره اللاعبين المتعجرفين المغرورين، ويسعى ليكون على قدر المسؤولية في القيادة. وشفناه حتى في المرحلة الإعدادية في المباراة النهائية ضد هيوغا كوجيرو. نعم، هنا راح أذكركم أن إيشيزاكي صد ضربة النمر لهيوغا كوجيرو، وهنا أنا أرد على شائعات، تلك الشائعات التي تقول أن إيشيزاكي يلعب بالواسطة بسبب أنه صديق سوباسا. وبالفعل إيشيزاكي من بداية المرحلة الإعدادية وحتى آخر أحداث الأنمي وحتى آخر أحداث المانجا أيضا بدأ يتطور بشكل كبير، وطبعا لكنه طبعا لن يصل إلى مستوى سوباسا، ولكنه بدأ يتطور بشكل رائع جدا. إيشيزاكي شخصية رائعة ولكنه غبي أيضا. ويعتبر اللاعب هانجي أورابي هو الخصم اللدود لإيشيزاكي، ودائما ما يتصارعان على من سيكون الأقوى. لو لاحظتم هذا الشيء أيضا في حلقة المانجا اللي سجلتها، هما دائما معا بالفعل. إذن خلونا نتحدث عن مظهر إيشيزاكي. إيشيزاكي مسكين لا يمتلك مظهر وجه جذاب أو جميل، فهو يمتلك وجه دائري الشكل مائل إلى السمرة، وله جسد نحيف وبنية جسدية ضعيفة وقامة متوسطة بعض الشيء، وشعر أسود قصير وعينان سوداويتان، ويرتدي في الغالب زي الفريق الرياضي، لهذا السبب ليس لديه كثير من معجبات. بالأصل ليس لديه معجبات، بس متابعين المانجا لا تقولون شيء. لو إننا الآن تحدثنا عن ميسوغي جن راح نشوف كل الفتيات وصلنا الآن إلى هذه المنطقة. لابد أن نذكر في النهاية أن قدوة إيشيزاكي في اللعب وفي كل شيء هو أوزورا سوباسا بطل الأنمي. إذن أعزائي المشاهدين، هذا كان مقطع بسيط عن شخصية إيشيزاكي ريو. إذا أعجبكم المقطع لا تنسونا من اللايك ونشر المقطع والاشتراك في القناة. في أمان الله.